مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصيام والقيام. أهلا بكم في هذا السمر الرمضاني المبارك والذي نستضيفكم فيه عبر شاشة الموريتانية في السهرة الرمضانية. نرحب بكم ونحن في الليالي الأخيرة من هذا الشهر المبارك، وباسمكم أرحب بضيف المكرمين الدكتور الشيخ إبراهيم محمد لمين الكلي، عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. مرحبا بكم دكتورنا الكريم. مرحبا. على مائدة السهرة الرمضانية. مرحبا. كما باسمكم أرحب كذلك بالدكتور محمد لمين محمد محمود، طبيب عام. مرحبا بكم دكتور. شكرا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. سنتناول مع الدكتور إبراهيم الكلي، سنتناول معكم حقوق الإنسان في الإسلام، كما سنتناول دردشة في الطب العام مع الدكتور محمد لمين. مرحبا بكم دكتور. قبل أن نتحدث في هذا الموضوع وهو حقوق الإنسان في الإسلام، نتابع التقرير التأطيري التالي. جاء الدين الإسلامي لإخراج الناس من غياهب الضلال، ورسم خطوط حياة هي الحياة لمن كان له قلب سليم، مع الحرص على المساواة بين العالمين بصرف النظر عن الأعراق والألوان، وجعل الأفضلية لصاحب النصيب الأوفى من التقوى، ونهى عن التفاخر القائم على النسب والحسب باعتباره تركة جاهلية، ودعا إلى الأخوة القائمة على الإيمان للمصالح التي تتغير بتغير الزمان والمكان، الأخوة التي ينتج عنها التماسك والتلاحم والبقاء في وجه صروف الزمن، بعيدا عن التفاخر والمباهات التي قد تصرف العبد عن الثناء على المنعم عز وجل. وقد أحق الإسلام للإنسان مجموعة من الحقوق من قبيل حق الحياة وحق الحرية والتعليم والعمل، فالإسلام يمقت الكسل وينفر من العجز والاستكانة والاتكالية واليأس، وهو لا يريد للمؤمن أن يكون ضعيفا فيذل، ولا محتاجا فيطمع، أو متقاعسا فيتخلف، مع فرض حدود بهدف تصفية الروح من الشوائب وتنقيتها من الآثام وتطهيرها وإبعادها عن مواطن المبقات، وللتفريق بين الحيوان والإنسان الذي يهوى إن هو اتبع الهوى. فما أبرز الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان؟ إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا السمر الرمضاني المبارك. مرة أخرى نرحب بضيف الكريم الدكتور إبراهيم محمد لمين الكلي، مرحبا بكم، وهو عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. مرحبا بالدكتور. نحن سنتحدث عن حقوق الإنسان في الإسلام، لكن قبل التصديق لا بد من إعطاء صورة واضحة عن هذا التصور اللي هو حقوق الإنسان، اللي يتألف من كلمتين حقوق الإنسان. حينما نتحدث عن حقوق الإنسان عن ماذا نتحدث؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بداية تحية طيبة لك أخي الكريم أستاذ أحمد، وتحية للدكتور والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا هذه الليالي وأن يوفقنا للإحسان فيها. حديث عن حقوق الإنسان كما قلتم يحتاج تأطيرا ببيان المفهوم أولا، لأن الحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره، فالأكمل أن نتحدث أولا في المفهوم. الحقوق جمع حق، يعني قبل أن نعطي المفهوم كما يسمي كما يقولون المفهوم اللقبي الذي تدل عليه هذه الكلمة المركبة تركيبا إضافيا ألف من جزئين. الحقوق جمع حق، والحق في اللغة العربية هو الثابت، و من أسماء الله تعالى الحق، فالله سبحانه وتعالى هو الحق، لا يقبل سبحانه وتعالى التغيير ولا يقبل النفي بحال من الأحوال، وقوله الحق ووعده الحق. ويطلق الحق أيضا
في اللغة العربية على المصلحة أو المنفعة المتعلقة بالشخص. إذن هناك مفهوم للحق لغوي وهناك مفهوم اصطلاحي شرعي. والإمام المالكي المعروف شهاب الدين القرافي في كتابه الفروق في الفرق 22 تحدث عن الفرق بين حق الله وحق الإنسان وحق المخلوق، سما حق الله الفرق بين حق الله وحق العبد، فقال حق الله أمره ونهيه وحق العبد مصلحته. والتكاليف الشرعية يقسمها العلماء إلى تكاليف هي حق محض لله تعالى، وتكاليف تعود على العبد بالمصلحة يسمونها بحقوق المخلوق أو بحق العبد أو بحق المخلوق يعني وما إلى ذلك. الكلمات يعني تعود عليه بالمصلحة ترادف، نعم، وكذلك تعود عليه بدفع الضر ولا للمصلحة محسوب. عندما نقول حق للإنسان معناها ما يجلب له منفعة ويدفع عنه ضررا، أما الضرر فليس حقا له وليس حقا للآخرين عليه. يعني الضرر منفي في الشريعة، لا يجوز لأحد أن يجلبه لأحد. لا أنا قصدي أنه رفع الضرر من الحقوق. إيه نعم، لأنه رفع الضرر في النهاية مصلحة، والمصلحة إما أن تكون يعني من جانب الوجود أو حفظها من جانب العدم. حفظها من جانب العدم هو دفع المفاسد ودفع المضار عن الإنسان. إذا التكاليف الشرعية فيها حقوق محضة لله وفيها حقوق يسمونها بحقوق المخلوق، ولكن عند النظر والتحقيق نجد أنه لا يوجد تكليف شرعي متمحض للعبد وليس لله فيه حق، هذا تقريبا لا يوجد. هناك تكاليف يعني مختلف فيها، يغلب فيها حق المخلوق، فيها حق لله وحق للمخلوق. مثلا حد القذف، الحدود مثلا فيها حق للمخلوق، لأنها أحيانا تكون قصاصا، تكون ردا لحقه، تكون حفظا لعرضه كحد القذف. فيها حق لله لأن الله تعالى أمر بها وهي شرع ويجب تجب إقامته، وفيها أيضا حماية لمصالح المخلوق وحقوق العبد. إذن هذا مفهوم الحق. الإنسان هو على كل حال، الإنسان في نظر الشرع هو المخلوق المكرم الذي سخر الله له الكون، والذي استخلفه في الأرض، والذي أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليبين له الهداية. يعني ابن آدم، الإنسان آدم وحواء وذريتهما. الإنسان هو الأب، هو الأم، هو الولد، هو الجد، هو الأخ والأخت إلى آخره. وهذا المفهوم، مفهوم الإنسان في نظر الشرع مختلف عن مفهومه في أي فلسفة مادية أخرى. حتى الذين يقولون أن الإنسان كائن اجتماعي، أو الذين يقولون أن الإنسان حيوان ناطق، يعني هكذا يقول الفلاسفة، ناطق من المنطق بمعنى مفكر، بمعنى عنده عقل. الماركسية التي تقول الإنسان كائن اقتصادي، الداروينية التي تقول الإنسان هو يعني هو قرد تطور، بدل ما كان يمشي على ربعة أصبح يمشي على رجلين، وعنده مواصفات في دماغه وأظفاره المستطيلة أو المستديرة إلى آخره. الإسلام مختلف عن هذا. الإسلام يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأن هذا بيان هذا معنى الحق وهذا معنى الإنسان. حقوق الإنسان، أيوة، هذا تركيب الجملتين، نعم، هذا المفردين الإضافي، نعم، يطلق. يمكن أن نقول إن معناه هو مجموعة الميزات الناشئة عن الشرع، الناشئة عن التكريم الإلهي للإنسان، الميزات التي منحها الله سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما للإنسان. وهنا يختلف مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام عن مفهومه في القوانين الوضعية المعاصرة والفلسفات الغربية المعاصرة. لماذا؟ لأن حقوق الإنسان في الإسلام يعني كفلها الله سبحانه وتعالى تكريما في شرعه وفي كتبه، وأرسل بها الرسل قبل أن يطلبها الإنسان، قبل أن يطالب بها أو أن يستشعرها أو أن يفهمها. بينما حقوق الإنسان مثلا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو 48، هذا اللي هو 48 هذا اللي في الأمم المتحدة، لكن هو نعم، هو بني على إعلان لحقوق الإنسان في البرلمان الفرنسي في القرن 18، وأخذ منه إعلان آخر صاحب استقلال الولايات المتحدة، ثم جاء الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 1948. طبعا هذا لا وجه للمقارنة، ولكن هذه حقوق يطالب بها الإنسان، لأن الإنسان كان منتهك،
بسبب الاستعمار، بسبب التخلف اللي كانت تعيشه كثير من البلدان الغربية. كانت فيه إهانة للمرأة، كان فيه استعباد للناس، كانت فيه انتهاكات دينية واقتصادية واجتماعية وعنصرية. فالإنسان كان يطالب بالحد الأدنى ليحفظ له كرامته وإنسانيته. فجاءت هذه الحقوق ويعني لا وجه للمقارنة. يمكن لعل في استعراض البرنامج الموضوع إن شاء الله تعالى سأعود لك لاحقا بالتفاصيل. شكرا لك دكتور. الآن سأنتقل إلى الدكتور محمد لمين. محمد محمود وهو طبيب عام، مرحبا بكم على مائدة السهرة الرمضانية. قبل أن نتحدث في إطار الطب العام، نتابع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة عائشة سيدة عبد الله. أشير إلى أن التقرير الماضي كان من إعداد الزميل محمد نعم. نتابع التقرير ثم نعود للدكتور لنتناول معه الحديث. نتابع. فوائد صيام شهر رمضان تمتد إلى جميع نواحي الصحة العامة، وذلك لتشابه صيام رمضان بنظام الصيام المتقطع، حيث أثبتت الدراسات أن كل من التغذية المقيدة بالوقت والصيام لهما آثار صحية إيجابية على المدى الطويل، كما أنه فرصة مهمة من أجل فقدان بعض الوزن والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض، إضافة إلى الحد من الإدمان على السكر والتدخين ومختلف المنبهات. إذن شهر رمضان فرصة لتعزيز الصحة العامة واكتساب عادات صحية بدءا من النظام الغذائي ووصولا إلى روتين ممارسة الرياضة. فهل يستغل الصائمون فريضة الصيام لاكتساب عادات وسلوكيات تسهم في الحفاظ على الصحة طوال العام؟ إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. انتقل الآن إلى الدكتور محمد لمين. محمد محمود مرحبا بكم مرة أخرى على مائدة هذا البرنامج. نحن الآن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك، لا شك أنه يعني الآن الصائمون يستعدون للفطر. يعني هذه المسيرة أكثر من 25 يوم 26 يوم، هل تعتقد أنه تشوبها دائما أخطاء ينبغي أن يتجنبها الصائم في الأيام المتبقية؟ شكرا على الاستضافة. تفضل. صحيح، بالنسبة لي أنا محيي الشخص اللي المراسل اللي قدم التقرير، الزميلة عائشة سيدة عبد الله. الزميلة عائشة لأنها تطرقت لعدة نقاط مهمة. تفضل. وهي فائدة الصوم على المدى الطويل، وقارنته بشي دراسات قطعوا عدلوا على الشيء قالوا الصوم متقطع، وذاك ظهر نتائج جبارة على للشخص وللناس اللي تمارس هذا النوع من الصيام المتقطع، لأن الفوائد كثيرة جدا تبدأ تظهر عقب اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، تبدأ تتراكم كل ما أطال الشخص ممارس هذا. وشبه ملي بين رمضان وبين هاي الظاهرة اللي قالها الصيام المتقطع، شبه تقريبا الصيام المتقطع معناها يصوم أيام ويقطع ويصوم، لا معناها يصوم ساعات معينة من ساعات اليوم، من النهار 12 ساعة إلى 18 ساعة ويفطر مدة 6 ساعات ويرجع من اللي صام. هذا تقريبا هو شهر رمضان، هو مشابه بشكل كبير للصيام اللي نقوم به، لان تقريبا الصائم عنده حوالي 6 ساعات الى 8 ساعات يوميا، وهو اللي متاح فيهم على انه يقدر يتناول جنب بعض الوجبات. الساعات الاخرى لا يجهز النوم، والله يمارس الرياضه، والله يصلي، لان عنده بعض الاوقات هي المسموحيه اللي متاحه له لاكل كميات ما هي ضارة ولا هي معوضة، ياكل اللي فقد الجسم خلال فترة الصوم مثلا، ما يلا الصائم يتناول كميات كبيرة من الطعام، لأن ذاك يبدأ يعطي نتائج عكسية للهدف الصوم من عند الراس. الصوم الهدف منه كان إراحة الجسم وإراحة الجهاز الهضمي من عملية الهضم، وأيضا استغلال الكميات المخزنة فيها من السكريات ومن الدهون ومن المواد اللي مدة أكثر من 11 شهر هي مخزنة ولا استغلها بسبب النظام الغذائي. يريد وجبات اليوم بعض الأوقات تكون أكثر. إذن الصوم لا يعطيك فترة، يعطيك مساحة ياك جسمك يقدر يتخلص من كل كميات كاملة كانت مخزنة عنده. هذه من الأمور اللي 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 تنجبر من صيام رمضان بعد يوم اثنين ثلاثة، وكل ما وخلال الشهر يبدأ الجسم يستفاد من بعض الأمور اللي يعني كل ما تقدم الشهر كل ما كانت استفادة أكبر. مثلا بعد يومين تقريبا يبدأ الجسم استغلال بدل ما كان الجسم يعمل على مادة السكر اللي هي الجلوكوز، يبدأ يستخدم مادة ثانية
بعد التخلص من الكميات اللي كانت موجوده من السكر في الجسم تتم اراحه غده البنكرياس المسؤوله عن افراز الانسولين، لان مثلا الكميات الكبيره اللي كانت تجي من الطعام وذاك من السكر كان دائما الجسم دائما يفرز يهضم الكميات الجايه تعطل عمله وتدخل في مرحله خمول. نفس الشيء بالنسبه للمعده اللي كانت مسؤوله عن عمليات هضم تبدا ايضا هي تتخلص من ذاك الدور، يبدا الجسم يتخلص من الخلايا السرطانيه اللي بعد 18 ساعه يبدا الجسم يتخلص من جميع الخلايا السرطانيه اللي كانت موجوده فيه. عجيب. قدره رهيبه للصوم لاعاده برمجه الجهاز المناعي. يبدا الجسم افراز هرمون النمو اللي عنده الكثير من الايجابيات لاعاده احياء اعاده برمجه الاجهزه اللي في الجسم كامله، الاجهزه المناعيه واجهزه الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. يبدا الجسم يتخلص من جميع السموم الموجوده، حتى الجهاز البولي يبدا ايضا يتخلص من المواد اللي كانت موجوده. اذا الصوم فائدته كبيره، لكن بشرط على ان الصائم ايضا احنا درك ربما الوقت متاخر لانه بقى من رمضان تقريبا 5 ايام يا غير ما يخسر شيء، لا عاد لانه هذا روتين اللي ما بعد شهر رمضان مثلا، حتى الصوم ما يضيع يتوقف الا على شهر رمضان، ما زالت فرصه ستيت اللي في شوال، ما زالت ايضا فرصه صيام الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي صوم الاثنين والخميس من كل اسبوع. وهو هو هو صوم الفائده منه مثلا كيف ما ورد في الحديث النبوي صوم تصحه، هو الفائده منه لاكثر كشخص ما فهم، وايضا الاجر العظيم اللي مترتب عليه، لان الحديث ايضا في الثاني اللي ان الصوم اللي يقول فيه بعض ان الصوم لي وانا اجزي به، لكن ما لي فائده ايضا كبيره في الجانب الديني. لكن بشكل عام الصوم بشرط الالتزام بنظام غذائي واضح انه عباده، فيها جزء يتعلق بمنفعه العبد وجزء يتعلق بالتعبد. صحيح. ما قال الان انتقل لك دكتور، شكرا لك. انتقل لك دكتور، يعني انت تحدثت عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي كان 48 قلت انه بني على وسن، لكن هل مثلا الاسلام اللي سبق هذا بقرون كانت عنده مبادئ كبرى بنى عليها حقوق الانسان اللي سنتحدث عنها بالتفصيل؟ نعم. الاسلام هو الدين الكامل والخاتم، ولكن سبقته ملل، وهذه الملل اتفقت مع الاسلام في بعض المبادئ أو الكليات أو المصالح الكبرى كما يسميها أهل الأصول والمقاصد، وكلها ترجع إلى حفظ حقوق الإنسان. يمكن أن نلخص مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في تقريبا ممكن نقوله في مبدأ التكريم وفي مبدأ المساواة. التكريم الذي أشرنا إليه في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم أي جعلنا لهم كرما. الكرم هون ليس بمعنى الجود والعطاء، الكرم هنا بمعنى الكرامة، أو جعلنا لهم شرفا ومنزلة ورفعة، تميز الإيجاب. هذا التكريم مظاهره كثيرة جدا، مظاهره في الخلق، مظاهره في التسخير، فيما منح الله تعالى للإنسان. في الخلق الله تعالى ميز الإنسان عن غيره من الحيوان بالإدراك بالعقل، ميزه بالروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، ونفخت فيه من روحي. طبعا هناك في الروح في المعنى يمكن أن نميزها عن النفس أو عن النفس، لأنه هناك ما يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوانات اللي هو هذا التنفس العادي. نعم، الذي إذا نزع من من من, من أي حيوان يموت. لكن لا خلاف في أن ما جعل الله تعالى في الإنسان مختلف عما جعل في الحيوان وعما جعل في الجن وعما جعل في الملائكة. نعم، الملائكة خلق من خلق الله تعالى ولهم أرواح وهم مفطورون على الخير، لكن الإنسان يختلف. هذه الروح هي إذا 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 كان في حياة الإنسان توازن بين عقله الذي هو الإدراك وبين روحه وبين جسمه، يكون الإنسان الطبيعي، يكون الإنسان مهيئ لخلافة الله تعالى في الأرض. إذن هناك هذه مظاهر التكريم في الخلق، الروح والعقل. في أن الله تعالى أسجد
ملائكته، وهذا مظهر مظاهر التكريم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. القرآن يعني ذكر هذا في أكثر من موضع. هذا أيضا تكريم. أيضا التسخير، تسخير الكون بما فيه بعلويه وسفليه للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، اللام للتعليل أي خلق لأجلكم، وهذا أيضا تكرر في القرآن. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يعني هذا التمليك، تمليك البهائم والحيوانات وتسخيرها للإنسان. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعني هذا جزء من التكريم، تسخير الكون. يعني عشرات الآيات القرآنية تبينه صحيح. ويتكرر فيها التعبير لكم 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 في قول الله عز وجل الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذا هو معنى عندي بعلويه وبسفليه. إذن هذا مظهر من مظاهر التكريم. من مظاهر التكريم أيضا هذه الشرائع، كون الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان سدى وإنما أرسل الرسل ليبينوا له طرائق الخير، ليبين له طرائق النجاة، وليعلموه كيف يعبد الله ويعرفه، ويعلمه أيضا كيف يدبر شأنه، يدبر حياته. يمكن أن نقول أن المنافع المادية يمكن للإنسان أن يكتشفها بما أودعه الله تعالى من العقل والحكمة، يعني وهديناه النجدين اللي هو طريق الخير وطريق الشر. لكن كثير من الفضائل والآداب والسلوك العامة والأخلاق، كيف يعبد ربه، كيف يعامل والديه، كيف يعامل أبنائه، كيف يعامل جيرانه، كيف تتعامل المجتمعات، هذا لا يستغني الإنسان فيه عن الدين، لا يستغني الإنسان فيه عن الوحي، عن الرسل. من هنا كان من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان أن أرسل له الرسل وأنزل له الكتب. إذن هذا مبدأ الأول تقوم عليه حقوق الإنسان في الإسلام، هو مبدأ التكريم. المبدأ الثاني هو مبدأ المساواة. المساواة شنو هي؟ المساواة هي الناس لآدم وآدم من تراب. الناس لآدم وآدم من تراب. إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بتقوى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب هذه التراتبية الاجتماعية والطبقية يعني لا علاقة لها بالإسلام؟ لا علاقة لها بالإسلام. الأصل هو مبدأ المساواة عند الله سبحانه وتعالى. لا فضل لأحد على أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح. في الدنيا يتفاوت الناس، هذا طبيعي، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس. هذا في البعد الاقتصادي، أنا أتحدث عن البعد الاجتماعي. الإسلام لم يضع فيه تراتبية. الإسلام لا يقدم ولا يشرف ولا يضمن الجزاء الأخروية والمنزلة عند الله تعالى إلا للمؤمن الصالح، إلا للمؤمن الصالح. وفي الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا الناس يتنافسون، منهم اللي أعطاه الله تعالى موهبة ورزقه قدرة على جمع المال وعلى القدرة على إقناع الناس، هذا مجال يكتسبه الناس. كما أن الإيمان والعمل الصالح أيضا يكتبه الله في الأزل لمن يشاء، ولكن الناس أيضا يسعون ويكدحون ويكدون ويعملون. أما كون الإنسان أبيض، أن يكون هذا معيارا للتفضيل أو للتقديم في الإسلام، فهذا لا يقبل. يعني الإنسان أصلا لا يملك، ليس هو الذي يقرر مثلا أن يكون عربيا أو عجميا، أن يكون أسودا، أن يكون أبيضا، أن يكون من أبوين من أمة، من الأمة الفلانية أو من الأمة الفلانية. هذا أمر خارج سلطان الإنسان وخارج إرادته. فلذلك لا يجوز أن يكون معيارا للتقدم، لا يجوز أن يكون معيارا للتفضيل. إذن مبدأ المساواة
مبدأ المساواة عند الله سبحانه وتعالى الذي تقرره هذه الآيات، هذا أيضا تقوم عليه حقوق الإنسان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه المساواة. نعم، هذه المساواة تنسخ وتقضي على كل فلسفة كان الناس يتقدمون فيها على أساس اللون أو على أساس العرق أو على أساس النسب. ولذلك كان المجتمع النبوي مشكلا، تقدم فيه بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبو بكر العربي، يعني تشكل من كل هذه الأعراق، وكان الفضل فيه بالسبق. حتى نحن نقرأ في كتب العقيدة وأفضل الأمة صديق يلي، يعني في الصحابة إنما تقدموا، البدرية أفضل. ثم ما دام حديثك عن المساواة، هناك من الشبه ما يطرح الآن في هذا المفهوم، منها مثلا المرأة والرجل في الإسلام، أنه هناك شبهة تقول أنه ليست هناك مساواة بينهم، سواء تعلق الأمر بالقوامة، الحديث عن القوامة، سواء تعلق الأمر بالإرث وما إلى ذلك. نعم. وهذه شبهة يدخل منها البعض، فنريد تفصيل في هذا الموضوع، يعني للذين لديهم غبش في هذا السياق، لأن هؤلاء لا يميزون بين المساواة التي نتحدث عنها عند الله سبحانه وتعالى وبين الاختلاف الوظيفي العائد إلى طبيعة الخلقة. هذا ليس تمييزا. ماذا يسمى؟ هذا اختلاف سنة من سنن الله تعالى بالكون، أنه من الناس ذكر ومن الناس أنثى، واختلاف الوظائف. الرجل لا يصلح للأمومة، لا يصلح للحمل، لا يصلح للرضاعة، لا يصلح للحضانة، فبل خلقه الله تعالى ليكدح، ليقاتل، ليتاجر، وفرض عليه إكرام المرأة وخدمتها. إذن هذه الوظائف هي التي تختلف. أنت اليوم حتى في العالم، اليوم العالم المادي، العالم اللي منبت من الوحي ومن الدين، نحن الآن لا نجد النساء مثلا في القيادات العسكرية أو في الحروب أو حتى في الفرق اللي تلعب كرة القدم، لا نجد فيها. المرأة لم يخلقها الله تعالى لهذا. في لاعبات في كرة القدم أستاذ، لا تعرف ما قد شفته. أنا عارف، لكن نحن نتكلم على ذا العادي، ذا الطبيعي. طبيعة الخلقة، طبيعة الوظيفة، هذا ليس تمييزا، وإنما هذا انسجام مع الفطرة. والإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بالنسبة للقوامة، يعني قلت هذا تمييز وظيفي. نعم. طيب القوامة؟ القوامة ليست تمييزا وليست تقديما للرجل، وليست يعني استبدادا أو انتهاكا لحرمة المرأة. الإسلام ينظر إلى الأسرة كمؤسسة، هي التي ينطلق منها المجتمع ويتأسس عليها. لابد لها من المدير. هذه المؤسسة تحتاج إلى قائد. جميل. هذا القائد قدم الإسلام الرجل بشرط أن يكون مؤهلا لهذا. يعني هو من نفسه يتسم بالرشد ويتسم بالاستقامة الخلقية والسلوكية في إدارة البيت، ويقوم بالحقوق الشرعية التي فرض الله عليه من توفير النفقة والسكن والحقوق كاملة الواجبة التي تجب للمرأة عليه. ولهن مثل الذي عليهن، وهذه هي المساواة، ولهن مثل الذي عليهن، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. نعم، للرجال عليهن درجة بهذه القوامة، أي بالتقدم في إدارة البيت. ولذلك القوامة ليست هي السلطوية، القوامة مشتقة من القيام على شأن المرأة ورعاية مصالحها. إذن ما فيه تمييز لصالح الرجل. أما عند الله تعالى فيمكن أن يكون نعل المرأة أفضل من الرجل. نحن نتحدث عن الحياة الدنيا، عن الشهادة. نعم. عالم الشهادة، ما هو عالم المريات. يعني نعم، الإسلام أعطى قيادة البيت للرجل بما كلفه من التكاليف، لأن منطق المؤسسات اليوم رئاسة مجلس الإدارة تكون عند من يملك. طيب أكبر. الآن المرأة يعني القضية لابد نكملها. كمل باختصار، لأن أرجع للدكتور مستين، أرجع لك، عندي إشكالات أخرى، شبهات أخرى. لا يقول عن الرجل لما كلفه الإسلام بالنفقة بالبيت، من نفسه إيجاد البيت وإيجاد المسكن، بما أنفقوا من أموالهم أعطاه قيادة هذه المؤسسة. جميل. ليحفظها، ليحميها. لكن إشكال بالمرأة تنفق من مالها على البيت، لم يجب عليها الإسلام أن تنفق. إذا كانت المرأة هي أغنى اللي في المدينة، يجب على الرجل أن ينفق عليها بما يستطيع. جميل. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بغض النظر عن فقرها وغناها. وجميل. أكيد.
أكيد. طيب إذن هذا هو معنى القوامة. القوامة ليست تمييزا، هي تكليف للرجل بالقيام. طيب وما يتعلق بالإرث؟ الإرث الإسلام لا ينظر فيه إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة، وإنما ينظر فيه للحاجة للمال. فلسفة الإرث في الإسلام تقوم على النظر إلى الحاجة، الحاجة للمال. فلذلك الولد أكثر نصيبا من الأب، لأن الأب يستدبر الحياة والولد يستقبل الحياة. جميل. الولد أكثر نصيبا من البنت، لأن البنت عادة مكفولة، تجب نفقتها حتى تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت، انتقل وجوب رعايتها والإنفاق عليها وإسكانها إلى زوجها. أما هو فإنه يتحمل مسؤوليات ويبني بيتا ويقوم على أسرة، وحتى أحيانا قد تجب عليه نفقتها هي اللي هي البنت. إذن الحاجة للمال هي الفلسفة التي يقوم عليها، تقوم عليها نظرية الميراث في الشريعة. والمرأة أكثر من الرجل في كثير من الأحيان، مثلا في أهل الفروض البنت ترث النصف، وقد يكون معها الأخ، قد يكون معها ابن الأخ، وقد يكون معها العم، وقد يكون معها الوالد، مفهوم؟ البنت ترث النصف، والبنتان ترثان الثلثين، والأم ترث الثلث. الأم ترث الثلث في الفروض، والأب لا يرث الثلث، الأب نصيبه السدس. كذلك أيضا الأخت الشقيقة والأخت لأب، والزوجة ترث الربع وترث الثمن. الثمن ليس لأحد في الميراث من الفروض إلا للنساء، لأن القضية ما عندها علاقة. واضح واضح. باختصار أنا أريد جواب مختصر قبل أن أنتقل للدكتور عن شبهة أخرى يطرحها البعض، وهو الحديث المعروف ناقصات العقل والدين، يعني سياق الحديث حتى لا يضل قوم بهذا. نعم أحسنت. فإما نفيه باعتبار ما هو حديث، وإما يعني معارضة أو توقف. ناقصات العقل والدين. نعم. هذا الحديث أقرب للثناء على المرأة وتدليعها من أن يكون نقصا فيها. أولا الشارع في القرآن وفي السنة في ميدان التخويف والترهيب، الإسلام يتحدث عن الإنسان بما فيه من النقص، بما فيه من العيب. الإنسان مركب، مخلوق ليس كاملا، ونعم فيه مفطور على الخير، ولكن أيضا في تركيبته طبائع شريرة. ولذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الصفات الشريرة. أيوة، هو يسقط أمام شهواته. إن الإنسان خلق هلوعا، خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا نحن في ميدان التخويف وفي ميدان التربية نذكر للإنسان ما هو فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للنساء في سياق التخويف والترهيب أنهن أكثر أهل النار. أكثر أهل النار عندما بيّنها لهم بصفات، بمعاصي يرتكبنها، إن تجنبنها سلمنا من النار. يعني ليس أنه خلقت المرأة لتكون حطب جهنم، لا، معاذ الله، ما هكذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ميدان التخويف. قال تكفرن العشير. أيضا المرأة، لأن الله تعالى خلقها لتكون أما، لتكون مربية، لتكون حاضنة، جبلها على أن تكون العاطفة عندها أقوى من العقل، أن تكون العاطفة عندها قوية. وهذا نقص، وقد تكون هذه الصفة في بعض الرجال، لكن الحكم للغالب، وهذا معروف حتى بالطبيعة الإنسانية، بالطبيعة الخلقية. طيب جميل، خلينا ننتقل للدكتور. دكتور تابعنا قبل قليل، حذارها يعطيها الوقت. لا، احنا سنعطيك الوقت إن شاء الله، سأرجع لك بشبهات أخرى. دكتور الآن أنه أمامي الآن على الشاشة أنه بيان من الهيئة الوطنية للأرصاد أنه في الأيام المقبلة من 2 إلى 4 أبريل 2024 سترتفع درجات الحرارة. الآن يعني بما تنصحون الصائمين في مثل هذه الأمور، أنهم كانت عندهم جو خلينا نقول معتدل إلى حد ما، الآن سترتفع درجات الحرارة وهم في الأيام الأخيرة، يعني هل سيحدث هناك تغيير في استخدام السوائل، في الحركة، طبعًا في الشمس وما إلى ذلك؟ تفضل. طبعا درجة الحرارة تأثيرها كبير على الصائم، لأن أكثر من مشكلة يعاني من الصائم هي الجفاف، لأنه يبقى مدة طويلة بدون تناول كميات من الماء، والماء هو العنصر الضروري لعمل الجسم بشكل عام. إذا عدم تناول كميات كبيرة من السوائل طوال فترة الصوم، والتعرض أيضا درجات الحرارة المرتفعة، ربما يكون ذا ضرر كبير على الصائم. لذلك من الواجب أن الصائم يحاول يتجنب
تمشي في وقت ذروه هذه الدرجات. تقريبا من الساعه كم لساعه كم؟ من تقريبا من الساعه 12 الى الساعه 4 تقريبا. هاي الاوقات يحاول الصائم فيها على انه يجنب ما امكن تعرض لضربات الشمس او موجات الحر القويه، لانها لا تديره الى فقدان كميات من الماء هو يحتاجها اصلا، ولا هو قادر ملا على تعويضها. لا برضه اللي يتحرى الين يفوت يفطر اياك قد يعوضوا الكميات اللي فقد. من الاساسي للصائم على انه يحاول طوال هاي فتره الحر، والله هاي موجه الحر اللي جايه، على انه يحاول ما امكن على انه يتناول كميات كبيره من الماء خلال فتره الافطار في الليل او وقت السحور. ايضا عدم التعرض لهذه الموجات خصوصا في وقت الظهر كما قلت، وباذن الله تعالى لا هي يقيه ذاك ان شاء الله من اي مضاعفات قد تؤثر عليه. لكن هذا يؤدي به لانه يستخدم المكيفات كثيرا والماء البارد كثيرا، هذه ما عندها اضرار في هذه الفتره، وخاصه انه جاي من يعني ما كان يستخدمها الان سيستخدمها ربما بشكل مضاعف او بشكل اكثر. بالنسبه للماء البارد ضرره اكبر خصوصا وقت الفطور. وقت الفطور الجهاز الهضمي كان في مرحله راحه، كان جدار المعده كان في مرحله تشنج، تناول كميات بارده من الماء ذاك الحالي ذاك ضرره اكبر من فائدته. بالعكس في كل وقت في كل وقت، لكن وقت الفطور تناول الناس اللي يعودوا يتناول اول شيء كل وقت في رمضان يسوى الحر تقريبا طبعا، لكن انا لنوه على نقطه دائما يتعرض لها الصائم يفرض عليه يحاول كان يجنبها ما امكن، وهي تناول الماء البارد وقت الافطار. يفطر به يفطر بكاس من الماء بارد والله قبل انه يتناول حتى تمرات او شيء من مثلا السوائل اللي تعود مجهزه كيس سوب والله خلي العطش غير الضرر هون وقع هو به العطش، لكن بدلا من كان ذاك الوقت الجهاز الهضمي ما هو مستعد الشيء بارد، بالعكس مستعد للشيء يكون اقرب هو للسخونه دافي عود اياك يساعد جدار المعده على الارتخاء. جميل. كان الصائم يبدا يتحضر للمرحله الثانيه وهي مرحله تناول كميات اخرى من الطعام. تناولك الكميات من الماء البارد ربما تعرضه لمضاعفات في الجهاز الهضمي تؤدي لكثير من المشاكل، تؤدي ايضا لالتهابات الرئويه مثل المكيفات ايضا تعرض لها بكميات كبيره ربما يؤدي للالتهابات الرئويه خصوصا ان يعني تعود درجه الحراره في المنطقه الخارجيه. الالتهابات الرئويه تتمظهر فاش؟ تتمظهر في البدايه دائما بالسعال بنزلات البرد بالعطاس والنازله، وعقبها تبدا مرحله ثانيه هي مرحله ربما احتقان في الانف وايضا التهابات في الحنجره، وتتطور عقب ذلك شعر سعال وعقب ذلك الى حمى ومضاعفات اخرى. تعود لا بد لها تتفرع على شخص عادي يزور طبيب من اجل الحصول على ادويه مثلا مضادات حيويه وبعض. جميل. استاذنك دكتور واستاذن الشيخ في متابعه ميكرو، لنبدو بالميكرو الاسئله الفقهيه للشيخ ثم بعد ذلك يجيب عليه الشيخ ثم نستمع الى اسئله الطبيه نتابع الان. شنو حق الانسان على المجتمع؟ او حق المجتمع على الانسان مول؟ مسوي الفقيه هذا الشكل اللي يعني يدخل الرجاج على انه جاه الوقت تقريبا وراء السحور، وعلى بعضيه من المساجد ياذن سابق السحور وواحدين من اللي ياذن وراه. ما ادري شنو ذاك اللي جابني فيه. قصه الطفل كان يخسر الصوم ولا ما يخسر الصوم؟ انا كل نهار جيت حاميه من جيت شربت الماء كان لازم تلك الكفاره. كان على سفري هو صايم سفره وجاته مشقة في السفر، كانوا يلا يقطع يفطر والله ما يفطر، والمسافة تعود مثلا ما يبعد 200 كيلو مثلا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. شيخ نسمعت الأسئلة، سؤال هو يقول حق الإنسان على المجتمع وحق المجتمع على الإنسان باختصار. بارك الله فيكم. نحن نتحدث الآن في سؤال موفق، نحن نتحدث في حقوق الإنسان. صحيح. الإنسان حقوق الإنسان اللي نتحدث فيها الله سبحانه وتعالى جعل منها بعضا كفائيا وبعضا عينيا. حق الإنسان على المجتمع لا يظلمه أن يحفظ له حقه، الجيران يعطوه الحقوق، الذين يتعاملوا معهم يجب عليهم أن يحفظوا ماله، لا يغشوا لا يخدعوه لا يتحايلوا عليه،
حرم الله تعالى ظلمه، حفظ له ماله وعرضه ودمه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا 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 هذا, هذا, هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو أحق بأن يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنه أول إعلان حقيقي لكرامة الإنسان. جميل. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، استوصوا بالنساء خيرا إلى آخره. إذن حق الإنسان على المجتمع أن يحفظ له ما أوجب الله حفظه له من عرضه وماله ودمه ولا يؤذى. طيب الحق. وهو أيضا له لا عليه مثل الذي لا يجب لا يجوز لا يجلب ضررا على احد، لا ضرر ولا ضرر. واضح للنصوص. نعم. لان يقول لك شك في الوقت، يعني المساجد تختلف في الاذان. صحيح. ومع الاسف اغلب المساجد عندنا يعني هذا ما هو ظاهرة صحيح، ما هي صحيح. لا لا لا، تختلف توحيد الاذان. اصلا يكون التوقيت موحدا، يكون التوقيت موحدا. ونحن نسمع الاذانات بعد دخول الوقت ب 20 دقيقه احيانا، بربع ساعه. هذا 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 يعني هاي ما هي مرونة يقبلها الوقت. المؤذن المؤذن ينبغي أن يكون عادلا وأن يكون عارفا للوقت، لأن الناس يقلدونه. كثير من الناس لا يميز الفجر من الليل، الفجر الصادق من الكاذب. والله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هو لا يعرف هذا إلا بالأذان. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن هذه الإمساكيات المعتمدة الموزعة من وزارة التوجيه الإسلامي، وزارة طيب أذان ابن أم مكتوم أذان بلال هذا مختلف، ما هو نفس التوقيت، ما هو ما يقدر يعود يشفع لهؤلاء. لا، ولكن هو ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر فيكف الناس عن الأكل وعن الشراب. أنا الذي أريد أن أقوله أن الناس الآن كثير منها لا يميز الوقت ولا يعرفه، ولا يعرف حتى التعامل مع هذه الإمساكيات، وما عنده هاتف ذكي ولا يحصل عليها. فينبغي المؤذنين أن يتقوا الله تعالى، أن يؤذنوا في الوقت اللي معلن عن وقت طلوع الفجر، يؤذنوا في هذا الوقت أو يؤذنوا قبله بدقيقتين احتياطا، يعود وقت متقارب دقيقتين أو ثلاثة، ويعود الأذان في وقت واحد. جميل. واضح. ما دام هذا غير موجود، الإنسان عليه أن يبذل جهدا حتى يعرف الوقت، وقت الإمساك بالضبط، ولا يتجاوزه، لأن واجب عليه يحفظ صومه. نعم. طيب يقول لك انه الريق انه دهول كثرت، ابتلاع الريق لا حرج فيه. ممتاز. أبدا. فقط بعض الفقهاء لا يحب الانسان ان يجمعه في فمه ثم يبتلع. اعتقد انك عملت، لكن الحاله الطبيعيه لابتلاع الريق لا يطلب من الصائم. ما سمعت، فهمت عنها، قالت عنها جات تعبانه وشربت، هل عليه الكفاره ولا لا؟ شربت لا، واللي فهمت وهي صائمه. اذا كانت تعمدت ذلك ويتعرف انها صائمه وفي نهار رمضان عليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة. طيب يقول لك انتهاك لحرمة الرمضان، سافر قرابة 200 كيل وجاته مشقة السفر وأفطار، هذا لا خلاف أنه لا كفارة عليه إجماعا. أفضل له يفطر والله يواصل الصوم. لا، هو من سافر نهارا طلع عليه الفجر وهو حاضر، ثم سافر بعد طلوع الفجر فطرأ السفر على الصوم، ينبغي أن يتم صومه. ولكن إذا شق عليه ذلك فأفطر، لا حرج عليه. لا حرج عليه. ممتاز، بارك الله فيكم. نتابع الآن ميكرو الصحة، والدكتور إن شاء الله سيجيب على الأسئلة. أنا في السكر، يلا تمن اجتنب شنو، يلا تمن استعمل شنو. طبيب نختي نطرح لي السؤال، شنو سبب رقاش تم صايم لي نص النهار تنشف مش بنته كاد إنه ما تقدر يتنفس قاعد غير باع صابر لين يفوت يقطع، غير السبب شنو؟ نختار نسول الطبيب عن شنو أسباب تكون حب الشباب. أنا بقيت نسول عن هاي الفواكه اللي تظل مطروحة في الأشماس، يا كان الصحي يا كان نأكلوها الله ما نأكلوها. إذن مرحبا بكم مرة أخرى. دكتور سمعت الأسئلة، يقول لك أنه عنده السكري، شي يتناول من الأطعمة وش ما يتناول؟ بالنسبة لمريض السكر أصلا ما يصوم، هذه هي نهائيا إلا في بعض الحالات، وطبيبه هو المعالج، هو اللي قد يحدد له كان في مرحله معينه. يلا على كل حال بشكل عام مريض السكر ما يصوم، عنده رخصه انه ما يصوم. جميل. من بعض الحالات، من بعض انه يعود شيء قال السكر التراكمي في حدود المعقول، ما هو متجاوز نسبه معينه. فهم ايضا ما فهم اعضاء من جسم متاثره بهذا المرض، مرحله السكر اللي فيه معتدله، ربما الطبيب والمعالج اللي يتابع معه يقرر عن انه قد يصوم رمضان بالالتزام بجدول معين فرض عليه يلتزم به، على اساسه هو اللي يقدر يصوم. لكن بشكل عام
بدون اي متابعه وبدون ما يلا يصوم، لانه لا يتعرض لانخفاض السكر. جميل. طيب يقول لك وسط النهار تقوم يجي من التينه يغلب بعد يتم صابره لين افضل. على كل حال من صعب تشخيص الحاله اللي من خلال مداخلته، من صعب تشخيص الحاله بالضبط اللي يعاني منها. ربما فم الام في الجهاز الهضمي نتيجه للعطش، ربما تكون مرتبطه بحصى الكلى، الكلى حصى الكلى اللي ملاهلين يصوم، ملاهلين يصوم قد يعدي ذاك على انه يبر الام خلال النهار، لانه ملاهل يتم دائما يتناول كميات. انا عرض المرض يا ريت يعرفوا شنو. جميل. يقول لك شنو سبب حب الشباب؟ حب الشباب بعض الاشخاص، وبعض الاشخاص لا، سبب نوعيه البشره، البشره الدهنيه والبشره الجافه، سبب وجودها غده موت تحت الوجه. ماشي. ما تكون في بعض الاشخاص نشطه وبعض الاشخاص لا، هذه اساسا. عقب ذلك الالتهابات اللي تطرا عليها اللي هي اللي تعرض لها، ان مثلا نظافه الوجه وكذا كذا، بعض الامور اللي تؤدي ذيك الحب والله ذيك البثره والله هذه اللي ظهرت في الجسم انها تلتهب، مرتبط به وعنده علاج. بس مجرد ان الشخص يتوجه لاقرب طبيب عام او طبيب امراض جلديه ربما يستفاد الشخص ويعطيه العلاج، شخص ويعطيه العلاج المناسب. طيب دكتور تقول لك انه منتشر عندنا هون هذه الفواكه اللي موجوده في الشمس، يعني تناولها كانوا خطر على الصحه ولا ما؟ على كل حال الامور اللي تاثر دائما فيهم الشمس تكون موجوده على طوابل في الشمس، معرضه للشمس والغبار. الامور اللي تاثر بالشمس دائما هي المواد المصنعه، المواد المعلبه اللي فيها مواد حافظه هي اللي تتاثر بالشمس، هي اللي دوام تعرضها للشمس مده طويله ربما يؤدي الى تلفها. بالنسبه للفواكه اغلبها محاط بقشره تحفظ الماده الداخليه للفاكهه. يعني الشمس ما عندها مشكله؟ لا ما نعرف، ما نقدر نقول بالضبط لان فم اني انا ما هو داخل المجال تخصصي، لكن بشكل عام الفواكه دائما محاطه بك القشره، ربما الى يفتح الشخص الفاكهه نفسه يقدر يطلع على انها صالحه للاستهلاك والله ما هي صالحه. لكن بشكل عام ما فم ما هي ماده مصنعه ولا تحوي مواد كيميائيه ربما تفسد هي اللي خطيره تعرضها للشمس. جميل. هذا هو بشكل عام، لكن ربما خلال شكرا دكتور خبير في التغذيه وما عنده تفاصيل. شكرا. انتقل لك دكتور، انتهز فرصة وجودك لنثير بعض الإشكالات المطروحة في سياق حقوق الإنسان. من أهم يعني المبادئ القومية حقوق الإنسان هو حرية الإنسان، يعني هنا نطرح سؤال عن نظرة الإسلام لحرية المعتقد، حرية التفكير، حرية التعبير، وحتى الحرية يعني الحرية اللي مقابل للعبودية، يعني كيف ينظر الإسلام للإنسان من هذه الزوايا حتى نثير الشبهات عنها، لأن إشكال من الإشكالات المطروحة في الفكر. نعم. الإسلام يعتبر أن الحرية هي الأصل، الأصل أن الإنسان حر، وهذا المبدأ يعني بينه عمر رضي الله عنه في كلمة ذائعة له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذن الأصل هو، وهذا هو مقتضى المساواة التي تحدثنا عنها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا الإسلام جاء في مجتمع منحرف، مجتمعات كلها منحرفة، وظهر فيها استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وكانت لهذا الاستعباد أسباب كثيرة. طبعا أسباب ابتكرها الناس. شوف، كان الإنسان إذا قتل يستعبده أولياء الدم، كان الإنسان المهزوم في الحرب يستعبده المنتصر عليه، كان الداء المدينة الذي عجز عن أداء الدين كان يستعبده الدائن، كان الإنسان يرهن نفسه أحيانا في ديون عليه فإذا عجز عنها غلق الرهن، يعني يتملكه المرهون له، وأسباب كثيرة جدا. جاء الإسلام وأبطل كل هذه الأسباب وترك سببا واحدا للاسترقاق او للاستعباد، الجهاد، وتركه من باب المعامله بالمثل اللي هي الحكمه الشرعيه،
انه المسلمون كان يستعبدهم اعدائهم يعني. لكن مشهورة قصة عبد الله بن حذافة السهمي. لكن بعض الناس يقول لك انه النص القرآني يقول فإما من بعده وإما فداء ما في وسقاقا. لا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مبينة لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم استرقى أسرى هوازن ثم عفى عنهم. فالأسير في الحرب بين المسلمين والكفار، هذه الحرب إذا كانت لإعلاء كلمة الله ولنصرة الحق ولدفع الظلم عن الناس ليتمكنوا من الحرية إن شاءوا دخلوا في الإسلام، هذه الحرب إذا أسر فيها الكفار فالإسلام يعطي للإمام أو للمسلمين من يقوم على المصلحة العامة للمسلمين خيارات في التعامل معهم، أن يمن عليهم منا بأن يطلق سراحهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى هوازن، أنه من عليهم، وكذا أو أن يفاديهم بأن يأخذ منهم مالا وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في أسرى بدر، أو أن يقتلهم إذا كانت المصلحة في قتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل المقاتلة من بني قريظة، أنهم يشكلون خطرا وعدلوا خيانة عظمى، وترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال، أو أن يسترقهم، وفعلها صلى الله عليه وسلم أيضا مع السبي والذراري من بني قريظة. هذا كله للمصلحة في التعاون مع هؤلاء. هذا الاسترقاق فيه رحمة بهؤلاء لأنه خير لهم من أن يقتلوا، فيه أيضا تمكين لهم من أن يعيشوا في المجتمع المسلم وضمان لكرامتهم ولحريتهم. ثم جاء الإسلام ففتح أسبابا كثيرة للحرية، أمر بأوجب العتق في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة القتل ورمضان، وحض الإسلام على العتق ولم يحض على الاسترقاق. النصوص الشرعية فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما حتى فرجه بفرجه، من أعتق رقبة أعتقه الله بها من النار، يعني النصوص الشرعية، وكما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الكثير. الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه في ورقة له مشهورة إبان محاربة الاسترقاق في بداية الثمانينات يعبر عن هذا تعبيرا بديعا، قل للإسلام جاء وجد الاستعباد بحيرة راكدة، وهذه البحيرة الراكدة لها مجاري كثيرة، لها روافد كثيرة، فأغلق عن هذه الروافد كلها وترك لها رافدا واحدا ثم فتح لها مجاري كثيرة، فكأنه يريدها أن تختفي أن تنفدأ. نعم، إذن هذه هي تعليمات الإسلام. جميل. هل اتبعها المسلمون؟ هل وفوا بها؟ هذا أضيف إليه الضمانات، إخوانكم خولكم، الضمانات التي أعطى الإسلام عندما أذن في هذا الاسترقاق، عندما كان موجودا في مدة محددة، هذه ضمن الإسلام الكرامة الإنسانية كلها، يعني إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي، كلكم عبيد الله، الناس لآدم وآدم من تراب، يعني تصحيح التصور نظرة الإنسان لأخيه الإنسان. إذن هذه هي تعاليم الإسلام. انحرافات المسلمين ليست حجة على الإسلام، انحرافات التي وقعت في تاريخنا الإسلام هو الذي يحكم ويكون حجة على المسلمين وليس على العكس. جميل. طيب، حرية المعتقد في الإسلام وحرية التعبير وحرية الإسلام يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه هذه غير منسوخة، هذه غير منسوخة أبدا، هذه غير منسوخة. جميل. والقول بأن آية السيف ناسخة لمئات الآيات من القرآن، هذا قول تعقبه كثير من العلماء المحققين، يعني ليس مسلما. الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه أبدا، لا يجبر الإسلام أحدا على الدخول فيه، والجهاد بالسيف شرع وفرض في الإسلام لدفع الفتنة ولدفع الحرابة والبغي والظلم، ولم يشرع لجبر الناس على الدخول في الإسلام. نعم، الناس يجب أن تترك لهم الحرية بأن يسمعوا الحجة والبرهان ليقتنعوا بالإسلام وليدخلوا في دين الله أفواجا. طيب، ما معنى إذا لم يمتنعوا، إذا لم يقتنعوا بالدخول في الإسلام، الإسلام يفرض عليهم الجزية. طيب، وإذا امتنعوا، إذا كانوا يعيشون في المجتمع المسلم، إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ولكن لم يحاربوا ولم يظلموا
وأعطوا العهد والذمة للمسلمين، فالإسلام لا يجبرهم على الدخول في الإسلام. مسلمون عاشوا مئات السنين وهم أقلية في بلدان يحكمونها. الإسلام دخل إلى العراق، والعراق اليوم توجد فيها طائفة من الكتابيين، طائفة من الكتابيين يعني منقرضة في العالم، لا توجد إلا في العراق. العراق حكمه الإسلام في 30 سنة الأولى من الهجرة، عاشوا هذه 1400 تحت سلطان الإسلام ولم ينقرضوا، وأعتقد أنهم تعدادهم حدود 100,000 رجال. في مصر عاش الإسلام أكثر من 200 سنة تقريبا، والمسلمون أقلية، بل ضمنوا للمسيحيين وللأقباط الحقوق، مع أنهم كانوا يمارس عليهم الظلم في ذلك التاريخ الذي دخل فيه الفتح الإسلامي. إذن يعني أفهم من هذا، لو كان الجهاد لجبر الناس على الدخول في الإسلام إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا لانقرضت الديانات والأقليات الدينية التي تعيش في المجتمع المسلم وعاشت تحت سلطان الخلافة الراشدة. عمر رضي الله عنه كتب الوثيقة العمرية للمسيحيين في القدس في فلسطين، ويعني عاش نصارى نجران. يعني أفهم من هذا أنه الخلاف في الملة لا يعني العداوة وتحكيم السيوف مباشرة، يعني هذا الفهم خاطئ. الإسلام إنما يمنع الظلم والبغي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. الفتنة منها منع الناس من الدخول في الإسلام. احنا نلاحظ عن الجهاد الإسلامي في بداية الإسلام توجه إلى الفرس وإلى الروم، إلى الإمبراطوريات التي كانت مهيمنة وكانت مانعة للناس أن يصلهم الإسلام. أما البلدان اللي ما كانت فيها إمبراطوريات وكان فيها مستوى من الحرية دخلها الإسلام عبر التجار، ولم يقاتل أهلها وإنما دخلوا في الإسلام أو قبلوا الصلح والعهد مع المسلمين. يعني الجهاد كان لرد هذا العدوان ولرد هذا الظلم ولتمكين الناس من أن يسمعوا الحق وأن يسمعوا الدين، وليس لفرض الناس على وليس لفرض دخول أبدا. إذا فرضنا الناس على أن يدخلوا في الإسلام معناها نفرض عليهم نفاقا. نعم، لا ذو العقل السليم ذو الفطرة السليمة إذا سمع الحق وسمع البرهان فسيقبل الإسلام وسيدخل فيه، وهذا الذي وقع وهذا الذي حصل، لم يكره أحد على الدخول في الإسلام. طيب إذن حرية المعتقد مكفولة عند بهذا المعنى؟ نعم، لكن حرية المعتقد ما معناها حرية الارتداد؟ أيوة. ما معناها الردة؟ لا، من دخل في الإسلام وأعطى الميثاق فارتداده عن الإسلام خيانة للعهد مع الله، ورتب الإسلام عليها عقوبة. هذا مختلف، هناك فرق بين من لم يقبل أصلا، لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا تمزيق، ولم يشكل خطرا، هذا تمزيق للجنسية. نعم، لم يشكل خطرا على المسلمين، ولم لم يقاتل ولم يعاند، وعاش في المجتمع المسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهود، معناها اليهود موجودين في المدينة غير مسلمين، موجودين في السوق ويتعامل معهم نبي الإسلام وقائد الإسلام وقائد المسلمين، وما رغمهم على الدخول في الإسلام. هذا موجود في كل أقطار المسلمين وفي كل تاريخ الإسلام. طيب ولا يضايقون لا في الشوارع ولا الغلام الفارسي الذي طعن عمر رضي الله عنه، هذا كان يعمل في المدينة، كان عايش في المجتمع المدني عاصمة الإسلام اللي ينبغي لا يكون فيها من لا يشهد لا إله إلا الله، ومع ذلك يعيش فيها. هؤلاء يعيشون خدما، يعيشون تجارا، يعيشون صاغة إلى آخره. إذا الارتداد عن الإسلام هو نكث للعهد وخيانة عظمى، ويرتب عليه الإسلام الإعدام حتى لو لم يعن صاحبه المجاهرة بالعداوة. يعني هو فقط في المعتقد ولكن في السلوك مجرد لا فرق، مجرد نكث العهد والرجوع تترتب عليه عقوبة، الرجوع عن البيعة تتعاقب عليه، ترتب عليه. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، يعني من بدل دينه فاقتلوه، يعني لا تناقض لا إكراه في الدين، لأنه لا إكراه قبل الدخول، لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، ولكن من دخل في الإسلام أصبح محكوما بأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام الحدود. هو الدين مقدم على النفس، حرمة الدين أعظم من حرمة النفس. المصالح الكبرى هي الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال والعرض كما يضيف القرافي وغيره من العلماء. عندما يرتد الإسلام هنا حرمة الدين مقدمة على حرمة نفسه، كما أنه إذا قتل يقتل، وحرمة النفس مقدمة على حرمة الدين. جميل. أنا عندي سؤال في الموضوع، والله
خليني أخذ الطقس ثم نعود لسؤال الدكتور. مرحبا بكم مرة أخرى، نتابع الآن يمساكية رمضان. وتتابعون بإذن الله غدا على شاشة الموريتانية. إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام، الآن سأقدم السجل لضيوفي الكرام لتسجيل ملاحظاتهم، ونتابع الملاحظات التي سجلها ضيوف الحلقة الماضية. عبارة عن دروس توعوية وتثقيفية للمشاهد، فما تقدمه القناة من حلقات علمية وصحية هو عبارة عن مدرسة إعلامية لتربية الناشئة من أبناء الوطن وتذكرة للمنتهين، والله ولي التوفيق الشيخ باهر حسين. السهرة الرمضانية سنة حسنة سنتها التلفزة الموريتانية، جزا الله القائمين عليها خيرا. السهرة مفيدة وممتعة، نرجو أن يكون لها أثر إيجابي على المشاهد. الدكتور خالد ولبية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور، أنا في الدقائق الأخيرة، في دقيقة، ماذا على الصائم أن يتجنب وبعد يعني أيام قليلة يفطر؟ يعني كيف يعني يستطيع أن يعني يعود الجهاز الهضمي على السمت الجديد اللي يبدأ معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة احنا زالوا 5 أيام تقريبا في الشهر الكريم، الناس غالبها كانت تحت روتين معين، ربما تغييره ال5 أيام المقبلة صعب، لكن الناس اللي كانت تصير ملتزمة بنوع معين من الإفطار ربما هي اللي جبرت فائدة هذا الصوم. الناس أيضا اللي ما التزمت به ربما تكون فرصة لأنها ربما تواصل الصوم فيما بعد رمضان، عندهم فرصة استيت وعندهم فرصة الصيام عقبه. النظام الغذائي بشكل عام للصائم هو على أنه يجنب تناول كميات كبيرة من الطعام خصوصا وقت الإفطار، لأن ذاك عنده تأثير سلبي جدا على جهاز الهضمي، وعلى ايضا فائده الصوم اللي كانت يرجو من خلال الصيام اكثر من 12 ساعه. يعني فقد فائده الصوم وفقد ايضا وهذا تؤثر سلبي على الصحه، يعني النتيجه الايجابيه اللي كانت لها اجبار من الصوم كان لها اجبار من الصوم عاد جابر عكسها.
حتى قاعد تناول كميات كبيره من الطعام وقت الافطار هي وسيله معاكسه، هي تزيد 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 وزن الجسم بدلا من كان رجاج لا هي استفاد عاد جاب ضرر اكبر. وهذا يعني سيب الناس يزيد وزنه في رمضان بينما كان يتعود العكس. كان يلا يفقد بدل كان يلا يفقد كم يفقد شنو زين ياك يحصل على فائده الصوم، والصوم عنده فائده. الحكمه من الصوم ان المسلم عباره فائده صيام شهر رمضان للتعافي طيب الذاتي من جميع الكثير من الامراض، وايضا للوقايه من الامراض كمرض دكتور هذا الله. ولي دكتور ابراهيم في الدقائق الاخيره يعني تلخيص لحقوق الانسان من وهو جنين وحتى يوضع في القبر باختصار، مر عليها ورقم التطور. بارك الله فيك. اولا جميل ان قلت من منذ كان جنينا، لانه الاسلام اهتم بالانسان قبل خلقه، وهذا ما لم يتعرض تتعرض له المواثيق التي كتبها البشر. المرحلة الجنينية حتى عجيب. مرحلة اختيار الزوجة الصالحة اختيار مثلا من يصلح للأمومة والتربية، ثم حفظ الإسلام الجنين ومنع إجهاضه وأوجب العناية به وأسقط الصوم عن الحامل حفاظا لحياته وحرم الاعتداء عليه، ثم حقه في اختيار الاسم الحسن يعني هذه كلها حقوق هذه كلها حقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه علمنا ما حق الوالد فما حق الولد، قال أن تسميه بأحسن الأسماء وأن تؤدبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حقوق الولد في وعلى المولود له رزقهن، حقه في الإنفاق عليه، حقه في الرعاية والحضانة، ثم حق الإسلام في الإنسان في الحياة. حرم الإسلام قتل النفس حتى الانتحار حرمه الإسلام، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قتل الرحيم هذا نفس الشيء وأوجب القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى لحرمة هذا. حقه في التملك حفظ له ماله وضمن له أيضا الحق في أن يتاجر وأن يتملك وأن يروج هذا المال، حرم الاحتكار، حرم الغش، حرم الربا، كل هذا حفظا لمال الإنسان. حقه في التنقل، حتى حق الطريق وحق الضيافة، حقه في العدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حقه في القضاء الذي يرد المظالم ويقوم، يعني هذا من أكبر الضمانات في الإسلام للحق ووجود القضاء العادل. والمسلمون ابتكروا هذا وطوروه، وظهر ديوان المظالم في الدولة في عهد المهدي في الدولة العباسية، حتى للشكوى من الخليفة نفسه يحكم على الخليفة لصالح يهودي مثلا كما هو شائع في القصة التاريخية التي حصلت لسيدنا علي رضي الله عنه، ولسان له أن يشارك في الإطار العام في الحكم جدا. الشورى هي ضمان لحقه في اختيار من يحكم. وبهذا تنتهي هذه الحلقة من هذه السهرة، في نهايتها أشكر ضيف المكرمين الدكتور إبراهيم محمد أمين الكلي وهو عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كما توجه بجزيل الشكر للدكتور محمد لمين محمد محمود طبيب عام. وفي نهايتها هذه تحيات الفريق الذي أشرف عليها: المنسق العام سيدي محمد يجيون، المنسق بابا أحمد سالم، الصوت بلال مبارك، الإرسال الشيخ المصطفى، جرافيك سيد إبراهيم ميني، والإخراج باب محمد كنين. وهذه تحياتي، ربما هذه الحلقة الأخيرة معكم، وكل عام وأنتم بخير معي أنا.